الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. بيحتفل العالم النهاردة الموافق 17 مايو باليوم العالمي لضغط الدم، وبما أن تلت الشعب المصري بيعاني من الضغط المرتفع، فهنوضح في تغطيتنا أعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه وعلاجات طبيعية ليه. تابعونا. ارتفاع ضغط الدم من الأمراض اللي بدأت بالانتشار بسبب زيادة ضغوط الحياة، وهو من العوامل الرئيسية للجلطة الدماغية لو ما خدش المصاب الأدوية اللازمة عشان يحافظ على مستوى مستقر لضغط الدم. فهو مرض مزمن بيؤثر على الصحة العامة، وبيجري تشخيصه عند زيارة الطبيب والقياس الأولي باستخدام الجهاز الزئبقي أو الإلكتروني. فارتفاع ضغط الدم يعني إن الدم بيمر بشراسة عبر الجسم وبيضر بالأوعية الدموية، والضرر ده بيمنعها من العمل بشكل صحيح، وكمان بيؤدي إلى أمراض الكلى اللي ممكن إنها تؤدي بدورها لأعراض زي التعب أو تورم الكاحلين أو القدمين أو اليدين بسبب احتباس الماء. والارتفاع الشديد في ضغط الدم بيعني إنه لديك قراءة ضغط دم أعلى من 90 على 140، فلما بينبض القلب بيضخ الدم إلى الأوعية، وعندها بيقاس ضغط الدم من خلال قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية. فكلما ارتفع ضغط الدم كان ضخ القلب للدم أصعب، وبيطلق عليه القاتل الصامت لأنه كتير من الأشخاص ما بيعانوش من الأعراض قبل ما يصابوا بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية القاتلتين. ومع ذلك فإن في بعض الحالات بتظهر عليها 4 علامات نادرة، فلو أصيب بها الشخص لازم يروح للطبيب في أقرب وقت، وهي الصداع، عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، نزيف أنفي منتظم، ضيق في التنفس. وقال الدكتور جمال شعبان استشاري القلب وعميد معهد القلب السابق أن مصر بيها حوالي 30 مليون بيعانوا من ضغط الدم المرتفع، وحوالي 300 مصري بيموتوا يوميا بسبب ضغط الدم، وأنه ضغط الشخص المفروض ما يزيدش عن 90 على 140 والمثالي 70 على 120. ووضح أنه ضغط الدم بيسموه القاتل الصامت لأنه بيقتل بدون أعراض أو مقدمات، وهو واحد من أضلاع مثلث الرعب الصحي الضغط، السكر والكوليسترول. فضغط الدم وباء مزمن متوطن ما يقلش خطورة عن وباء كورونا، لكنه يقتل بالبطيء. عشان كده لازم تعرف ضغطك وتفتش عليه قبل ما هو يفتش عليك بمشكلة في القلب أو المخ أو الكلى، لأن مريض الضغط لو أهمل هو مشروع مريض قلب أو كلى أو مخ. ونصح دكتور جمال شعبان اللي عايزين يخفضوا ضغط الدم من غير أدوية إنهم يمارسوا الرياضة على الأقل نص ساعة يومياً 5 أيام في الأسبوعين، يعني 2.5 ساعة أسبوعياً، وكمان ياخدوا بالهم من نظامهم الغذائي لأن معظمنا بيحب العيش والملح، والاتنين بيرفعوا الضغط لأنه العيش غني بالملح، وإحنا احتياجاتنا من الملح ما بتزيدش عن معلقة صغيرة يومياً، يعني 2.5 جرام معظمها موجود في الخضروات، فما فيش أي داعي إننا نحط الملاحة على سفرة الأكل. وكمان إنه يتجنبوا الأكلات الجاهزة اللي هي الدليفري والمعلبات لأنها غنية جدا بالملح، ويقللوا وزنهم بنسبة 50% لأنه ده هيساعدهم على ضبط ضغط الدم المرتفع. فلو الشخص نجح في خفض الضغط 10% هينجح في ضبط الذبذبة الأذنية. وعلى الشخص اتباع النظام الغذائي اللي هيقدر انه ينتظم عليه لفترة طويلة، لانه افضل الاعمال ادومها وان قل، فما تتغرش بالانخفاض السريع في الوزن. وكمان انهم يقلعوا عن التدخين وعدم الجلوس في حضور مدخن، ويتجنبوا الكحوليات وكثرة تناول المسكنات زي البروفين والفولترين. اما بقى المشروبات المفيدة لمريض الضغط فهي خل التفاح، بس مش هيشربوا المريض بكميات كبيرة وبشكل مباشر، هيخلطوا مع بعض العسل في كوباية مية، لأن خل التفاح بيحتوي على الصوديوم اللي بيطرد السموم من الجسم والصوديوم الزائد، وكمان وجود أنزيم الرنين بيسبب انخفاض ضغط الدم. وشرب كوباية من عصير الليمون كل يوم هيساعده على تحسين ضغط الدم، وشرب الحلبة كمان بيساعد في ضبط ضغط الدم لأنها بتحتوي على كمية كبيرة من الألياف، والأفضل شربها كل يوم على معدة فاضية. وبذور الشيا المنقوعة في المية لمدة نص ساعة بتعمل على خفض ضغط الدم، وخلط جنزبيل مع الشاي مفيد بشكل كبير لمريض الضغط أيضا. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.